الدلالات السياسية وفتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية وتأثير ذلك على مسارات التسوية، وكذا أزمة الغرغرات، الدوافع والتداعيات هي محاور لقاء حول تطورات الوضع في الصحراء الغربية. ما يحدث الآن في المنطقة نتاعنا ما هو إلا تطبيق وتجسيد لمخططات تم تصديرها عند أكثر من قرن. مخطط ليوتي راهو ساري المشفعول، ومخطط سايكس بيكو راهو ساري المفعول، الآن تكاملوا وتشابكوا واستكملوا المخطط نتاعهم. القضية طرحت مجددا على الساحة الدولية، وقع بها اهتمام وبدأ البحث عن هذه القضية ومن المسؤول عن الوصول إلى هذا الوضع. فالمسؤول بطبيعة الحال هو النظام المغربي، وهو تقاعس الأمم المتحدة بسبب التدخل الفرنسي، وبدأ العالم والرأي العام الدولي يكتشف هذه المؤامرات، وظهرت بشكل واضح الآن في يعني الصفقة اللي تمت بين ترامب والمغرب وإسرائيل. أكاديميون ومختصون في القانون الدولي كانت لهم مداخلات حول تصفية الاستعمار وحقوق الشعوب المستضعفة. الوضع الأخير اللي مطروح على قضية إقليم وواقع تحت احتلال مغربي يخلي أننا ضد سياسة القوة وضد سياسة الهيمنة وضد سياسة السيطرة، ولا بد من الامتثال لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة. القضية الصحراوية التي تشهد هذه المتغيرات لتؤكد في عمقها أن تقرير المصير حق مكتسب لجميع الشعوب، وأن نحن كجزائريين نؤمن بهذه القضية وعلى قناعة تامة، سواء تعلق الأمر بنا كنخبة أو بشعبنا شعبا أو حكومة. ويأتي اليوم الدراسي تزامنا مع الأحداث المتسارعة والخطيرة التي تشهدها الصحراء الغربية، خاصة في منطقة الغرغرات منذ 13 نوفمبر الماضي.